كان عندي صديقة وإذا هوني كان عندي صديقة اسمها ساندرا، وكنا أنا وهي كل اليوم مع بعضنا. مش عارفة هي فين خالص صح؟ لا ما أعرف وينها. طيب هي لو ساندرا بتفرج علينا دلوقتي أكيد هي كمان بعتلك سلامات وأكيد هي كمان بتحبك يا مريم. بيني كثير وأنا حتى أحبها ويا ريت أشوفها يوم. أكيد ونفسي كمان إحنا نبقى معاكي في اليوم ده. علوة ترجعوا كمان في بيت أحلى من البيت الأولاني. كيف الله. ننتقل على صبية حلوة كتير كتير منهم يمكن بيعرفوها وتعرفوا عليها من قبل، واليوم رح يرجع يشوفوها من سات سيفن كيدز مباشرة، وهي ساندرا. ساندرا حبيبي قد ايه عمرك؟ 9. ساندرا هي صاحبة مريم. مريان ساعدتنا ان ساندرا تبقى موجودة معانا النهاردة جوه سات سيفن كيدز، وده شرف كبير قوي قوي لينا ان احنا نتقابل النهاردة في عيد القيامة. وأكننا يا أولاد بنجمع أن رب يسوع مش بس جه على الأرض علشان يخلصنا من خطيانا، لكن رب يسوع جه علشان يكون لكل واحد فينا حياة أفضل. ساندرا عايز أسألك، وأنت عارفة أن مريم دلوقتي بتسمع صوتك على التلفزيون، تحبي تقولي لها إيه يا ساندرا؟ وبصي هنا عند الكاميرا الحلوة. بدي أقول لها اشتقت لها كتير كتير كتير، وبدي أشوفها حتى أضمها، وبدنا نرجع للعراق وأشوفها، بس ما في أمان. ما فيش أمان في العراق؟ بس في امان في قلبك ولا مفيش امان برضو في قلبك؟ الامان اللي جوه قلبك راح في طب ازاي وانت سايبه اهلك وعيلتك واصحابك؟ يمكن اهلك موجودين معاكي بس سبتي كل الاماكن اللي انت بتحبيها، لسه ازاي في سلام في قلبك يا ساندرا؟ جه منين يعني السلام ده؟ ازاي وسط كل التعب ده في سلام في قلبك يا ساندرا؟ مين بيعطيك هيدا الامان يا ساندرا؟ مين يسوع كيف بيعطيك الامان؟ بس تكون انت خايفه او عم تتذكري ايام صعبه عشتيها، شو بتعملي حتى يسوع يعطيك هيدا السلام؟ بنصلي. حلو كثير. بتجتمعوا انت وعائلتك واخواتك وبتصلوا؟ شو بتطلبي من يسوع كل يوم؟ بصلي له. يعني شو بتطلبي منه؟ بطلب منه ترجع قرقوش حبيبتي ونرجع نحن كمان. شو حلو، بتعرفي انه يسوع بيسمعك؟ بيسمع كل صلاة بنصلي له اياها دايما. بعرف. بالعراق كنت تلعبي انت ومريم، شو كنتوا تلعبوا؟ خبريني شو بتتذكري كنتوا تلعبوا سوا؟ نحن يوم الاحد كنا بنروح على الكنيسة، ومرات مريم بتخبرني بتقلي تعالي يمنا وانا بروح يما. وهلا السربرايز الكبيره انه معنا مريم مباشره على فايبر تتحكي هلا مع ساندرا، ورح نشوفها هون مثل ما شايفين على التليفون. مرحبا يا مريم. مرحبا. كيفك يا حبيبه؟ منيحه. عم ينسمع الصوت؟ انا كثير منيحه. شفتي ابو العريف؟ مريومة ازيك؟ انا زي الفل، انا مبسوط قوي قوي النهارده ان انت وساندرا مع بعض جوه يلا نغني سوا في سات سيفن كيدز. شكرا. احنا مبسوطين قوي قوي ان احنا بنسمع صوتك. انا نفسي دلوقتي انت تحكي مع ساندرا، ايه رايك؟ يلا هات نشوف ساندرا ومريم شو رح يحكوا مع بعضهم. شو بدك تقولي لها مريم؟ هلا ساندرا، كيفك؟ أنا منيحة، أنت كيفك؟ منيحة الحمد لله. وعيدك سعيد والمسيح قام. حقا شكرا، أنت عيدك سعيد. ما أهدمكم. مريومة عايز أقولك إن من شوية في بداية الحلقة ساندرا كتبت ليكي رسالة، مش عارف أنت سمعتيها ولا لأ، إيه رأيك ساندرا تقرا لك الرسالة دي على الهواء دلوقتي يا مريومة؟ ده من الجوابات اللي احنا هنجمعها ونجيبها لك العراق قريب قوي قوي، بس نفسي ان ساندرا تقرا لك اللي هي كتبته ليكي على الهواء، اوكي يا مريومة؟ اوكي. يلا يا ساندرا. قول يلا. إلى صديقتي مريم العزيزة أهدي أحلى وردة لأحلى صديقة، ولك معزة خاصة بقلبي إلى رفيقتي الغالية مريم، يا من تشبهني في كل صفاتي، يا من كنت أبحث عنك في عيون الآخرين،
أنت العزيزة دوما بنظري. شو رأيك يا مريم؟ حلوة حلوة كتير هاي الرسالة. حبيبي يا مريم. ساندرا أنا هجيب لك رسالة لما يخلص البرنامج. إيه. واو كتير بدنا نعرف رح تكتبي لها لساندرا. حبيبي أنت. مريم في أي حاجة تاني نفسك تحبي تقوليها دلوقتي على الهوا لساندرا؟ نفسك تحكيها حاجة، نفسك تصللها، نفسك تقوليلها إيه في وقت العيد النهاردة عيد القيامة، حتى في وسط الصعوبات اللي أنتوا بتعيشوا فيها، إيه الرسالة اللي أنت تحبي تقوليها النهاردة لصاحبتك ساندرا يا مريومة؟ أنا أريد أصلي لصديقتي ساندرا. يلا صلي صلي يا مريومة. يا رب يسوع أنا بصلي لك عشان ساندرا صديقتي، عشان تحميها وعشان تخلي في طرقاتها ناس بيحبوها ويقدروها ويعني يحبوها. أشكرك يا نجتمع مرة ثانية حتى إذا مو يعني حتى إذا مو وجه لوجه وشفنا بعضنا بعض. آمين أمين. أمين يا مريومة أمين. شو هالمحبة هيك الصاد أو الحلوة، وعم تصلي ربي بعت لها ناس بيحبوها مطرح ما هي. عن جد أنا كمان تعلمت كتير من صداقتكم، تعلم كيف هيك نحب أصحابنا ونصلي لهم ونطلب لهم كل الخير، وعن جد من كل قلبي بطلب من رب أنه ترجعوا تلتقوا وإن شاء الله هيك تزبطي أبو العريف تعملوا هيك شي مشوار يلتقوا فيه ساندرا ومريم ويشوفوا بعضهم وهيك يشاركوا، بيكونوا كل واحدة منهم تعلمت شيء جديد. تعرف حتى بظروف صعبة اللي بنقطع فيها أنا أكيد مريم كتير عم تتعلم إشي حلو، عم تتعلم يمكن تشكر يسوع بكل ظروف، وساندرا كمان عم تتعلم، وهيك تتشاركوا بعضكم الإشي اللي تعلمتوها كل واحدة بالمكان اللي كانت عايشة فيه.